في عندنا فانكشن تانية ظريفة بتشيك على الفايل او الدايركتري، سواء ده موجود او ده موجود، اسمها فايل اكزيستس، فايل اندرسكور اكزيستس. اكزيستس يعني موجود، هل الفايل ده موجود ولا لا. دي اقدر استخدمها على الفولدر وعلى الفايل. تعالوا نجرب مثلا مع الفولدر، اف فايل اكزيستس اللي هو كان ماي دايركتري، هنقول ايكو فاونت إلس ايكو نوت فاونت. جميل، تعالى نجرب كده. قال لي فاوند. نفس الفكره برضو، اي اقول له تيست دوت بي اتش بي، انا في عندي فايل اسمه تيست دوت بي اتش بي، فهي برضو يقول لي ايه فاوند. فالفايل اكزيست هي يعني بتبقى عباره عن ايه، بتتشيك اذا سواء فايل موجود او فولدر موجود، اللي هو يعني اكنك بتكومباين ما بين الاز فايل زائد الاز ايه دايركتري. طيب احنا لما بنيجي نتشيك على الفايل في العموم، في الفايل بالذات، احنا غالبا بنستخدم فايل اكزيست. يعني اس فايل دي نادرا جدا لو استخدمناها كاستخدام فعلي بقى. فاحنا يعني الشغل بتاعنا بقى عشان الناس بقى عارفه، هنشتغل لو هتشيك على ال تشيك فايل اكزيست، هنستخدم فايل اكزيست. لو فولدر او دايركتري حسب بقى الاسم اللي عايز تقول عليه، دايركتري، هستخدم الايه اس دايركتري. تمام، بس كده اعتقد دي الحاجات اللي احنا ممكن تشيك اذا كان الفايل او فولدر موجود، نقدر نستخدم فيهم اي فانكشن من الثلاثه دولت، زي ما احنا شرحنا كل واحده بتعمل ايه او ايه فايدتها.